الحقيقه احنا قبل البرنامج قلتي لي انا مش خبيره تجميل انا خبيره بشره، قولي لي بقى الفرق. التجميل بيعتمد شويه عن الميك اب والميك اب، لكن البشره خبير البشره ازاي اهتم ببشرتي، ازاي اعتني ببشرتي، ازاي اجمل بشرتي من غير ميك اب، هو ده الفرق الطبيعي بقى، الجمال الطبيعي بالظبط كده. طيب خلينا نبتدي الاول، نعرف الاول مثلا انواع البشره. انا عارفه في انواع كتير، في انواع مركبه، فخلينا كده نتكلم عنها. في بشره جافه، في بشره حساسه، في بشره دهنيه، في بشره مختلطه، في بشره ودي نادرا جدا اللي موجوده في الشرق الاوسط، البشره العاديه دي قليله شويه في الشرق الاوسط. نظرا للشمس، الشمس عندنا يا اما بتخلي البشره تنشف او تبقى جافه، يا اما البشره بتكون دهنيه على حسب يعني الجو هو اللي بيفرق. اوكي طيب، البشره الدهنيه سهل انها تتعرف، البشره الجافه سهل انها تتعرف، التي زون بقى هي المختلفه شويه، العاديه مختلفه شويه، المركبه بشكل عام. بصي البشره التي زون دايما بتحسي ان الحته دي كده دول المنطقه دي كده هو حرف التي ده، بتكون دايما دهنيه، دايما تلاقي فيها البثور السوداء، دايما بلاقي ان الحته دي عندي بتبقى مدهنينه قوي، خصوصا الناس بتحس بيها في الصيف اكتر، دي بتبقى مدهنينه جدا جدا وبقيت وشي ناشف، فدي بتكون محتاجه اعتناء اكتر شويه ان هي لا بشره دهنيه ولا هي بشره جافه. بالظبط، والكريمات المنطقه دي مختلفه عن بقيه البشره، بتبقى مختلفه عن بقيه البشره، ودايما دي بتبقى ناتجه عن حاجات كتير. اول حاجه ودي ثلاث ارباع الشعب ما بيعملهاش، شرب الميه. الناس ما اعرفش ليه ما بتشربش ميه، بينسوا على فكره. بصي ده مش مبرر. ليه؟ ان الميه مهمه جدا لكل حاجه، مهمه لعينيا، الهالات مهمه جدا، مهمه جدا انها بتدي نضاره فعلا للبشره، مهمه لكل حاجه حتى في جسمي اللي في شعري في كل حاجه. خلينا نشبهها زي الزرع كده. بالظبط صح، هي بالظبط حاجه زي كده. يعني انا لو عندي زرعه حلوه قوي بس ما سقيتهاش، ايه اللي هيحصل فيها؟ هتلاقي السين مشقق حتى بتاعها، وده اللي دايما يحصل. الناس دايما ما بتشربش ميه كتير، هتلاقيها بتقول لك ايه ده انا شعري بيقع، ده انا وشي ناشف، هتلاقي حتى وشها فيه قشور، في قشر كده مهما تعملي في سكراب، ما هي الارض نفسها ناشفه، البشره نفسها ناشفه. يعني مهما عملتي، مهما حطيتي كريمات، مهما عملتي سكراب، مهما نضفتي البشره، لازم الميه، لازم اساسها كل حاجه اساسها الميه، عشان اقدر ان انا اساعد. ما اصل انا لازم اشتغل بره وجوه، ما ينفعش اشتغل على سطح بشره بس والبشره اصلا من جوه عطشانه، مفيش ميه واصله. حتى دايما البشره الجافه هتحسي مهما بتحطي في كريمات هي عماله تشرب، مهما بتحطي في كريمات هي عماله تشرب، فلازم الميه. طيب عايز اسالك سؤال، يعني هل من الناس اللي بتجيلك ويعني اكيد بتشوفي حاجات كتيره غلط يعني، لكن هل ممكن يكون واحد فاكر ان بشرته جافه وتطلع دهنيه؟ هل ممكن حد يفهم بشرته بشكل غلط؟ دايما تفهم بشكل غلط. البشره الحساسه، في واحده ممكن تبقى بشرتها جافه وتقول لك انا بشرتي حساسه، بس هي مش بشرتها حساسه، هي مجرد ممكن تكون حطت كريم غلط فوشها اتهيج واتبهدل وباظ، فهي كده افتكرت ان بشرتها حساسه، هي بشرتها مش حساسه، هي المشكله فيها هي، هي اللي استخدمت حاجه غلط مش مناسبه ليها، مش مناسبه ليها. وخصوصا احنا عندنا صاحبتي جابت حاجه حلوه اجري اجيب زيها، ده الناس كلها كده، صاحبتي جابت كريم فتح لها وشها طب انا كمان حاجه اجيب زيها، ده جابت كريم للتجاعيد طب انا كمان. طب هل فرق السن هو هل نوع البشره زي بعض؟ هل درجه حساسيه البشره زي بعض؟ في حاجات كتير جدا. حاجه ممكن تكون مثلا يعني انا سي مثلا عندي كريمات 30 سنة، بشرة جافة، بس في بشرة جافة 30 سنة، في بشرة جافة 50 سنة، في بشرة جافة 20 سنة، على حسب كل سن، على حسب كل سن. لازم ان انا اختار حاجة مناسبة لبشرتي ومناسبة لسني، مهمة جدا حسين طبعا. طيب في بعض الناس برضو ممكن يستعملوا كريمات وتبتدي الكريمات تسبب ان يطلع لهم زي بثور بقى في وحاجات حبحبة كده بتبقى تحت الجلد، ايه سببها؟ استخدمت كريم مش مناسب لبشرتها، او لو هي بشرتها دهنية فهي استخدمت كريم دهني اكتر، زود الدهون على زود الدهون طبعا. ولو بشرتها جافه واستخدمت كريم مثلا عشان يقلل الدهون نفس القصه، بتحصل نفس القصه، بتقلب بتدي نتيجه عكسيه خالص. طيب قبل ما اتكلم معاكي بقى في موضوع السن، واضح ان موضوع السن بيختلف في الاعمار السنيه من سن لسن عشان الكريمات، عايزه اتكلم عن الشمس. الشمس
ليها وقت بتبقى مضره فيه، اعتقد من الساعه 11 للساعه 3 او 4 حاجه كده. في ناس كتير فتره الصيف طبعا بيحبوا يقعدوا في الشمس وكده، وفي ناس بتبقى مضطره انها تقعد في الشمس حتى ان هي طبيعه شغلها حتى كده. فخلينا نتكلم عن الشمس واضرارها وازاي احنا نتجنب اضرار الشمس. الشمس بصي، الشمس ليها اضرار كتير جدا، على قد ما هي مفيده على قد برضه يعني انفصل زي ما انت قلتي من الساعه 11 للساعه 4. طب انا يعني غصب عني واقفه في الشمس، يبقى لازم احط صن بلوك، لازم واغيره كل ساعتين يعني، واعيد احطه تاني كل ساعتين، اغسل وشي واحطه كل ساعتين. في ناس تقول لك هسالك يعني ما ينفعش احطه على طول، لازم اغسل وشي كل ساعتين وما تعرضش للشمس من ربع لنص ساعه اول ما احطه، بحيث ان هو يبتدي يشتغل. ما ينفعش احطه وهو بطلع للشمس، لا مش هيكون لحق اعمل حاجه، لازم استنى بس على وشي شويه من ربع ساعه لنص ساعه وابتدي اعيش حياتي في الشمس. وبرده لازم يتغير كل ساعتين، ولازم اكون بستخدم صن بلوك او واقي الشمس يكون مستوى الحمايه فيه عالي. قد ايه مثلا؟ 40 مثلا؟ لا 40 ده ولا حاجه، يعني الناس اللي بتقف في الشمس مش اقل من 80. اوكي. من 80 ل 100 خلينا اوكي اعلى حاجه، ان غصب عنه الشمس لازم كده هتحرقش. بالنسبه في ناس بتلعب رياضه، يعني زي مثلا في حد ممكن يكون بيلعب تنس، طب ما هو معرض ان هو يبقى في الشمس في الوقت ده وبيعرق. الكريم مش هيبقى يعني الواقي الشمس اللي هو الكريم مش هيعمل معاه نتيجه. في واقي شمس سبري برش على وشي، ده بيبقى مخصص اكتر للرياضيين. حلوه دي برضه، دي جميل، ده جميل جدا، جميل جدا. وفي نفس الوقت حتى الناس اللي بشرتهم دهنيه مش هيعرقهم، يعني دايما البشره الدهنيه تقول لك تقيل على وشي، لا انا مش مستحملاه، ممكن اجيب السبراي. حلو جدا. طب مش بيأثر فعلا الكلام ده للناس اللي بشرتها دهنيه او على الاقل عندها تي زون؟ مش هتأثر برضه انها زي ما بنتكلم فيها بيطلع بصور وحاجات كده؟ لو انا جبت الواقي الشمس فيه منه انواع كتير قوي، في نوع دهني، في نوع مش دهني، في دلوقتي درجات لون البشره، اختار حاجه مناسبه لبشرتي. يعني انا لما اختار حاجه مناسبه لبشرتي، مش اختار ان صاحبتي جابت لي، لا اختار أوكي. حاجه مناسبه للبشره. يعني لازم نروح بقى لخبيره البشره عشان نعرف، ولا ممكن حتى انها تقرا او تبقى فاهمه ان الكريم ده مناسب ليها؟ بصي، هو المفروض الطبيعي يعني يبقى لازم استعين بحد يكون فاهم او دارس او ليه خبره في الموضوع ده. طب انا ما قدرتش، طب يبقى على الاقل اقرا النشر اللي جواها، ده اقل حاجه. بس ما جيتش بناء ان صاحبتي جت، لا. اوكي طيب. ناس كتير بتحب تعمل مكياج او تنظيف لوشها كل فتره، والحقيقه يعني خليني اقول اكتر حاجه بتبان الرؤوس السوداء الموجوده بالذات على مناخيرنا، يعني بنعمل مكياج وبترجع على طول. ايه السبب؟ بترجع على طول. ايه السبب؟ السبب ان انا حاولت دلوقتي انا عندي حاجه نظفتها، تفتكري مش هتوسخ تاني؟ هي المكان مفتوحه، لا اعرفه ان تبقى مكانها مفتوح. ما انا هقول لك بقى، انا الامر الطبيعي الناس متخيله ان انا مجرد ما هعمل مكياج خلاص انا بشرتي كده ما فيهاش اي مشكله. طب انت نظفتي اي حاجه عندك، هل المشكله يعني التراب مش هيرجع لك تاني؟ بس هي الفكره ان انا لازم اعمل مكياج، او مش مكياج ان انا لازم اعمل بخار وان أنا لا، على الاقل انا لازم اعتني ببشرتي كل يوم. ازاي؟ لازم اقوم من النوم الصبح اغسل وشي بغسول مش بصابون. ده مبدئيا الغسول ده ما فيهوش صابون اصلا، صح؟ بالظبط. لازم لو بشره دهنيه بيكون الغسول اللي بغسل بيه يكون جل، لو بشره جافه او حساسه بيكون ملك. حاجه من الاثنين دول. نعيد تاني الحته دي، قولي تاني. لو بشره دهنيه لازم اغسل بغسول جل. اوكي. زي سي 3 مثلا؟ مثلا أوكي. طبعا ده حلو جدا للبشره، شجر الشاي حلو قوي. اوكي. طب لو بشره حساسه او جافه؟ بغسل بملح. اوكي. بيبقى سائل ابيض كده وبيبقى وفي نفس الوقت بيرطب البشره. البشره الحساسه ما تقدرش تستحمل الجل، بيكون تقيل على وشها. لو بشره جافه هينشف وشها. بالظبط. فلا انا عايزه ان انا بشره جافه استخدم ملح او حساسه. التي زون بالنسبه للبشره، التي زون ممكن استخدم الصبح ملح وبالليل الصبح جل وبالليل ملح. ده بالنسبه لو بشره التي زون فيها تي زون. طيب انا غسلت وشي، لازم امسح وشي بقطنه بطنط بعد كل ميه. ممكن ميه ورد؟ ممكن ميه ورد. حتى لو تونيك بس ما فيهوش كحول. ليه بقى التونيك؟ نسبه الاملاح والكلور والكالسيوم في الميه عندنا عاليه جدا. تخيلي ان انا كل شويه بغسل وشي بملح وكلور وكالسيوم، ايه اللي هيحصل في وشي؟ هيتاكل. بالظبط. بالظبط. طيب ساعات في ناس تقول لك انا عندي في الحته دي ناشفه، المنطقه دي ناشفه او فيها قصور بيضاء، ترسبات ملح وكلور وكلسة. لازم امسح وشي بقطنه بطني. وبعد كده ابتدي احط الصن بلوك بتاعي لو انا خارجه، وبعد كده كريم النهار.
وبخرج وبعيش ده روتين يومي، ده يومي كل يوم الصبح يعني. زي ما انت لازم كل يوم تقومي تفطري. ثواني، انت قلتي دلوقتي بعد ما غسلنا وشنا وبعد ما حطينا التونيك قلتي ان بنحط سان بلوك وكريم النهار. انا فاكره ان واحد فيهم ممكن يعني يشتغل مكان الثاني. السان بلوك وبعد كده كريم النهار. ليه كريم النهار حمايه؟ حمايه من ايه؟ حمايه من الهواء، من التراب، مش من الشمس. السان بلوك حمايه من الشمس. لازم استخدم ده، روتين يومي لازم امشي عليه. اوكي، ده عملناه الصبح. او عملنا الصبح بالليل نفس القصه. طبعا لازم احط كريم للعين الصبح. العين دي حاجه مهمه جدا. مش كريم الوش هو كريم العين، كريم الرقبه لا، خلينا نقول كريم العين هو بيفتح، ولا كريم للرينكلز، ولا كريم لايه بتاع العين، على حسب المشكله اللي عندي. يعني انا مثلا عندي منطقه العين ناشفه، يبقى هجيب لها كريم خاطر عشان تعطي ترطيب للعين. طب انا عندي هالات، يبقى هستخدم حاجه خاصه بالهالات. طب انا عندي رينكل، هستخدم حاجه خاصه بالرينكل. في حاجه تجمع الثلاثه مع بعض؟ لا للاسف. لو حد عنده ثلاث حاجات يعني. لو حد عنده ثلاث حاجات بيبقى فيه بقى ايه، سيرم مثلا بالليل، كريم كريم الصبح، بعالج كده الحاجتين. بس في حاجات بالليل وفي حاجات الصبح. جميل، ده بالنسبه للعين. جيت بالليل نفس القصه، بغسل وشي وبعد كده التونيك وبعد كده كريم الليل وبعد كده كريم العين بتاع بالليل. لازم مره في الاسبوع سكراب وماسك، ده حاجه اساسيه لازم كل اسبوع. زي ما بقوم الصبح افطر واتغدى واتعشى نفس القصه. يعني ده المفروض ده حاجه روتين يومي، ده حاجه روتين يومي. والسكراب ده مره في الاسبوع؟ مره في الاسبوع. طب واللي بيحبوا يعملوا سكراب كل يوم كده يعني؟ ده غلط، ده انا كده بهلك خلايا البشره. لان انا اعرف ان برضه في بعض يعني غسول غسول سكراب يومي. سكراب ده غلط، ده غلط، ده غلط. السكراب سكراب والغسول غسول والتونيك مفيش حاجه، كل حاجه في حاجه واحده، ده مش صح. طيب قبل ما اتكلم برضو على الاعمار السنيه، عشان انا حاسه ان احنا هياخد مننا وقت طويل، بس يعني اللي بيحب يحط ميك اب المفروض يعمل الكلام ده، يحط الميك اب على بشرته على طول ولا بعد الكريمات اللي قلتي عليها؟ بعد اللي انا قلت عليه. يحط بقى مش كويس اعتقد الميك اب على البشره على طول؟ لا، لازم احط حاجه زي حاجه بين الوش وبين الميك اب. يعني الكريم النهار والسان بلوك حاجه كافيه جدا ان انا بحطهم ورا بعض. طيب بالنسبه ده بالنسبه للميك اب، شيء طبيعي انا خارجه الصبح عمري ما هعمل ميك اب فول ميك اب، يعني اكيد هحط حاجات بسيطه. بالليل بقى خلاص براحتي، بحط برده كريم الليل وبعد كده بحط الميك اب اللي انا عايزاه. طب وقت ممارسه الرياضه، عشان دي اكتر حاجه طبعا تهمنا احنا هنا كقناه رياضيه وبرنامج رياضي، بالنسبه للسيدات بتمارس الرياضه ممكن برده يحطوا الكريمات دي وهم رايحين يلعبوا رياضه؟ هتحط كريم النهار بقى زي ما انت بتقولي؟ بالظبط، هحط كريم النهار بتاعي والسبراي، بس برده مش هقدر اتعرض لشمس قبل نص ساعه، من ربع لنص ساعه. طب لو انا مش هتعرض للشمس بشكل مباشر، يعني انا مثلا هبقى في العربيه بس مش متعرضه بشكل مباشر، لازم برضه احط كريم؟ وانس ان انا خرجت من باب شقتي خلاص في ضوء شمس. طيب خلينا بقى نتكلم في الاعمار السنيه، وستات كتير ما بتهتمش ببشرتها، وبنات تقول لك انا لسه صغيره نفسي احط كريمات وكده، ما انا مش محتاجه، لما ابقى اكبر ابقى احط الكريم المناسب ليا. لا، في حاجه ثانيه، انا جدتي عمرها ما حطت حاجه على وشها، وماتت كان وشها زي الفل ومفيش اي حاجه. مع ان جدتي دي ممكن تكون اكلها مثلا كان كويس جدا فكان مأثر على بشرتها. بالظبط.